أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم سيدة الأعمال الجميلة مدام أسيل من أسيل للعقارات. أهلا أسيل، شرفنا. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفين المزيد عنك وعن بداياتك مع المجال العقارات. اسمي أسيل الزريع، وأسست الشركة بسنة 2016. مهنتي كانت بالإمارات تقريباً من 10 سنين. درست بكندا، مونتريال، جون مولسون سكول اوف بزنس. Almost I have 8 certificates بمجال الكونستراكشن، بروجكت مانجمنت، أخذت السيرتيفيكت اوف PMP. Concordia كان commerce، international business دراستي، وminor marketing. يعني اتجاهي كان طول عمره as entrepreneur. أهلي كانوا business very well business minded. We were grown into the aspect من عمر 13 سنة عم بشتغل وعم بأسس. كنت دائما ببلش بمشاريع صغيرة بالعمر 13، وكنت حب دائما أعمل حالي إني عندي بزنس من عمر 14. فكنت كتير social وكتير detailed oriented person بشكل عام. بدل أحكي عن حالي unique in many ways. I think it's fair to say so. حلو حلو، استغفر الناس. طيب ممكن تحكي لنا المزيد عن مجالك بالعقارات؟ كيف بديتي بالمجال وشو اللي جذبك فيه؟ هلا انا كنت اصلا باداره المشاريع بالكونستراكشن، كنا نشتغل مع كاتربيلر، مورغان ستانلي، كان كثير عندنا بروفايلز كبار. هذا حكي من مونتريال. بعد ما اخذت البي ام بي سيرتيفيكيشن كنت دائما اعمل شغل رينوفيشن للكونستراكشن. اكشلي امي ذكرتني من عمر 13 سنه، مش قلت لها كنت اشتغل على هذا العمر؟ فكنت افتح جرايد بالاردن واشوف الشقق اللي اكشلي فيك تاجرهم. كان في مكتوب بالجرايد ايامها شقه بعبدون للايجار بصويفيه، فكنت اتصل فيهم احكي لهم عم تاجروا شقه بعدها فاضيه. كنت اتصل بعالم، كنت اعمل حالي بروكر، اربط العالم ببلاش، كنت اشتغل بس ما كنت اعرف هالشيء. امي ذكرتني قالت لي اسيل انت كنت تفتحي جريده تعملي عليهم هايلايت وتحكي مع الملاك واحكي مع جهه المستاجرين. بعدين لما دخلت إدارة مشاريع بالعقارات فكان هذا في عندي شغف، بس في شيء ناقص، كنت أحب أنا أحكي وأتعامل مع ناس كتير. فسبحان الله لما جيت على الإمارات، أهلي من هون صار لهم 40 سنة تقريباً من أول ما تأسست. فصدفة حدا من زملائي قال لي أنت المفروض تشتغلي بالعقارات. أنا كنت دائماً أروح أشوف المشروع هذا أمتى بيخلص، مشروع هذا لأي مطور. سبحان الله أول تعامل كان مع حدا من كناش عندنا ماركتينج وقتها، تعرف كنا نتواصل مع العالم، كنا عندنا نتورك كتير تراديشن كانت تراديشنال، دور تو دور سيلينج، راندوم ميتينج. فوقتها اول كلاينت لهاليوم عم نتواصل مع بعض بعت له 4 units. فدخلت بهالفيلد وسبحان الله عملت من الاوائل، كان مشروع عزيزي لمنطقة الميدان. اشتغلت شوي مع اعمار، مع دماغ، مع كل المطورين، بعدين دخلت على البروكرج فيلد. رائع جدا، يعني ما شاء الله عليك مغطي مجال العقارات من الصغر. يس. طيب لو حبينا ننتقل للوضع الحالي، شو كيف تميزتي كعقاري وصاحبة مكتب عقاري في ظل المنافسة الشديدة في الإمارات؟ هذا الحلو بالموضوع اكشلي، المنافسة. إذا كانت منافسة فرندلي طبعا. احنا أساس شركة أسيل عقارات لما بدأت في سنة 2017. كان عندي انا شركه قبلها مع الشريك، unfortunately ما زبط الشراكه، الشراكه اصعب شيء. لازم نكون متاكد مين الشريك اللي لازم تنقيه. بس لما فتحت اسيل عقارات كان عندي كونسبت غير اي بليف عن موست اوف ذا بروكرج اليوم. فمبدا اسيل العقارات كفاونديشن لما اسستها كان مبدا انك تاخذ A to Z solutions, all solutions around the real estate. طبعا الشغله هاي بدها تيم كبير، بدك تدقيق، بدك شغل اضعاف اكثر من بس انك تبيع وما تركز مع العميل بعد اعاده البيع. في كثير خطوات. فمبدا اسيل عقارات انها تعطي all solutions لاي مالك او لاي مشتري او لاي مستاجر بمجال العقارات. فان شاء الله بنفوت بالتفصيل اكثر، بس basically all one stop real estate shop. Wonderful. طيب لو حبينا حاليا نعرف لمحة بسيطة عن الخدمات اللي بتقدموها. انتوا طبعا بتقدموا خدمات البيع، خدمات التأجير، خدمات ال exactly اللي هي short terms rent. طيب في عندكم اي نوع من الخدمات المانجمنت للعقارات؟ نعم،
هلا الحلو انه احنا مثلا اسسنا كولابوريشنز مع اكثر من شركه انه نقدر نعطي هذول الملاك او الكلاينتس بشكل عام فول سوليوشنز. فاكيد عندنا ديفيجن جديد فتحناه من سنتين تقريبا, هوليدي هوم يونتس, which is focusing on short term. وقت كورونا كان في كتير مشاكل مع الملاك انهم ياجروا بسعر مناسب, فبلشنا بمنطقة تاون سكوير وكبرنا هلا الحمد لله لجي بي سي, جي بي تي, ميدان. اني يونتس ذات ويل بي بنفيشال بشكل عام حتكون مفيد العائد له اكثر ب 30% تقريبا من السنوي مينيمم. كانت تاون هاوس, كان فيلا, كان شقه غرفه وصاله. ناخذ الاداره من الالف للياء للهوليدي هومز, نفرش عن انتيريور ديزاين وفرنيشينج تيم, عندنا مينتيننس سيرفيسز, هاندينج اوفر, سناغينج طبعا مهم, لما تستلم مفاتيح لازم يكون عندك اركيتكتس وانجينيرز, فنضبط A to Z solutions بهاي الناحيه. فالهوليدي هوم من موفين بيرميت تشيك ان لحد بعدها تنظيف ومينتيننس A to Z. So حتى الماركتينج تبعنا كتير قوي من ناحية نستخدم كل البلاتفورمز. عنا in-house marketing, نعمل جوجل ادز, نعمل Airbnb, جوجل هوتيلز, حتى مع high net worth individuals اللي احنا بانينهم مع الزمن نعمل advertisement للكلاينتس تبعنا. فهاي جزء الهوليدي هوم. في عنا اعادة بيع طبعا, نعمل تقييم وبنشوف السعر المناسب او وقت المناسب للبيع. في عنا الايجار السنوي طبعا زي ما قلت interior design and furnishing team. عندنا collaboration هلا مع maintenance و cleaning teams that are giving a very good rate for our clients. فبهالناحية احنا عم نحاول نغطي اي شيء. حتى ال clients اللي بيجوا من برا هالايام, nationalities European اللي حابين يلاقوا استقرار بدبي, في عندنا مساعدة لهم انه يطلعوا الفيز ويطلعوا يفتحوا البنوك بهالحالة, يأسسوا حال هون حتى ياخذوا عقار والإقامة ويبلشوا يعني مستقبلهم. جميل جدا. طيب بعد النجاح المبهر اللي وصلتي له بالفترة الماضية, شو خططك المستقبلية, شو الرؤية المستقبلية لأسير العقارية؟ الرؤية المستقبلية طبعا كل شيء بإيد رب العالمين, بس من ناحية انه الفيجن احنا انه نساعد قد ما بنقدر عملاء بأي ناحية يشوفوا اليوم العقار انه هو مربح. في عندك اكثر من فاكتور بتطلع عليه, كانت شقق او تاون هاوسز, في عندك ريتيرن محدد. فانت اليوم احنا الفيجن تبعنا انه دراسه الانفستمنت بورتفوليو كامل, نعطي ريتايرمنت بلان اليوم لاي حدا جاي على دبي, نعطيهم باكج, ننصحهم ونعطيهم مساعده مع البنوك انهم ياسسوا حالهم يجيبوا اكثر من عقار اليوم, بصير دخلهم قائم. فاحنا سبيسيفيكلي شخصيا انا بركز على الانفستمنت بورتفوليو, بحب ادرس واشوف كيف فينا نقوي البورتفوليو لشخص بالعقارات. وطبعا يكون السيرفيس كثير بيرسونلايزد مع الملاك, مع الكلاينتس, بفضل انه يكون السيرفيس فيري كيترد سبيسيفيكلي تو افري كلاينت اند افري اونر. سو ما بدنا نكون اكبر شركه بالعالم, ممكن نفتح فرع بكندا كوني كنديه, بس التركيز رح يكون على الامارات, على شعب الامارات, على الاكسبات, كيف اليوم فيهم يضلوا بدبي مرتاحين, يبلشوا من بادجت بسيط يستثمروا في شغله سيف مثل العقار اليوم, ان شاء الله they can expand their portfolio, will be there for them to analyze along the way. رائع جدا. طيب حاليا انت كمستشارة عقارية صاحبة خبرة طويلة في المجال, شو نصيحتك لاي حد عنده اهتمام يستثمر في العقارات أو ممكن يأسس عمله الخاص في دبي؟ أول نصيحة إنهم يحاولوا ياخدوا أول عقار بدون بنك. This is my advice. ما بعرف ليش خطر على بالي هذا الموضوع direct, بس يكون على payment plan, يكون مشروع low budget مبدئياً حسب qualification. طبعاً إحنا كل عميل لازم نعرف تفاصيل عن حياته, عن السالري, لو عنده استقطاع تاني لأي liability. طبعا التأسيس هذا كله بيبين ايش مقدرته اليوم ياخذ بالعقار. فنصيحة انه everyone should buy a property. It's very safe. It's one of the best investments. اكتر من trade, اكتر من putting your money in the bank with low interest. يعني انت عم تحكي تقريبا اذا بتاخذ بالعقار حتى 4% بعد الصافي الخدمات اللي بتدفعها للمطور, بالنهاية انت عم تعمل 4%. وين في ارباح اليوم بالدنيا عم تقدر تعمل 4% سنويا؟ ف everybody can do it اذا بتحط your mind set to it.
they can grow and have that backbone في ناحية إنهم they have an asset, they have a home in Dubai, and they can grow as much as they can. The sky's the limit. أخيرا بدنا نعرف شو السر إنك اخترت دولة الإمارات لتكون محطتك الأولى تنشئ فيها عملك الخاص. يعني في كتير أسباب صراحة. مالتي ناشونال, very good vision. شيوخ عندهم ما شاء الله vision كتير قوي. تأسيسها بخمسين سنة, it was a miracle. طبعا العقار no denial هون, one of the strongest قوانين مع RERA regulation foundation اللي عنا إياها تساعدنا نأسس شركات. So this is something that we are very proud as entrepreneurs to have that platform لنا اليوم, لنقدر نأسس ويعطونا السبورت من ناحية إقامات, من ناحية كل اللي بشكل عام يعني بتحكيها, كل القوانين والفاونديشن تبعت الإمارات هي بتساعد أي بني آدم يجي إكسبات ويحس حاله ببلده. أخيرا بدنا نشكرك أسي لتواجدك معنا اليوم وتخبرينا وتخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا معك ومع المكتب. حبيت أقول للجميع إنه إحنا متواجدين اليوم بباينري باي أمنيات, مكتبنا ببزنس باي, بنرحب فيكم كلكم. إذا حابين تتواصلوا معي دايركت أسيل الزريق معكم, ريرا لايسنس بروكر, my number will be on the screen, so I hope to see you all soon. شكرا كثير أسيل ويعطيك ألف عافية, أتمنى لك دائما التوفيق والنجاح يا رب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.